الشريضة بالضرب ضاد باستضافة هذه الندوة منظمة بضرب جمعية محامون من أجل العدالة في موضوع مشروع قانون المسطرات المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي. وتأتي هذه الندوة لمواكبة النقاش حول مستجدات مشروع قانون المسطرات المدنية والتي شكلت تراجعا خطيرا عن مجموعة من المكتسبات. وقد أبدت جمعيتي المحامين وكذا 17 هيئة ملاحظاتهم بخصوص هذه الردة التشريعية، شاركنا في مجموعة من الندوات سواء مع الفرق النيابية أو مع الأخيار. حمل المحامون الشرع، تمت مقاطعة الصناديق لأسبوعين وكذا جلسات الجنايات، تم تنظيم اليوم الوطني للمحاماة، تم رفع المطالب والتعديلات، امتد هذا المسار لمدة تقريبا 15 أشهر. ماذا فعل وزيرنا في العدل؟ التعالي، التكبر، إغلاق باب الحوار، كيل تهم للمحاماة والمحامين، تحميلهم أسمى العدالة. إن المحامين هم جزء من الدولة. وقبل الختام لا بد أن أتوجه بالشكر الجزيل لزميلي وأخي وصديقي الأستاذ مصطفى الرميد، رجل دولة بامتياز، أشهد له أنه مارس مهامه بوزارة العدل بروح المحامي المتمسك بالأعراف والتقاليد، المحترم لنقبائه ومؤسساته المهنية والمدافع. والمدافع عن الحريات والحقوق وعن المحاماة. وأصدقكم القول أن عهده كان عهدا ظاهرا. وبالتالي فقد جمعت بين الحسنين، نجحت في مهامك كرجل سياسة على رأس وزارة العدل، وشرفت مهنة المحاماة التي كنت دائما تفتخر بالانتماء إليها. عاشت مهنة المحاماة حرة أبية. السلام عليكم.